جاء في بعض الأثر أن العبد الصالح إذا دعا وقال يا الله يا الله، قالت الملائكة يا رب، صوت معروف من عبد معروف. هذا يا رب العبد دائما نسمعه يدعو، دائما نسمعه يشكرك، يا ربي لك الحمد، يا ربي اغفر لي ذنبي، يا ربي أعني على طاعتك، يا ربي انصرني على القوم الكافرين، يا ربي أعني على الظلم، يا ربي انصرني على من بغى علي، انصرني على من ظلمني، يا ربي أصلح ولدي. الحمد لله، يشكر الله ويدعو الله ويستغفره. قالت الملائكة يا رب، صوت معروف من عبد معروف، دائما يطرق أبواب السماء. قال وإذا نادى العبد السوء، صاحب المعصية المقصر في دعاء الله، قالت الملائكة يا رب، صوت منكر من عبد منكر. هذا العبد يا رب ما نسمع صوته إلا إذا احتاج. ولذلك ولله المثل الأعلى، نحن اليوم إذا احتجنا من أخ لنا أو صديق لنا أو قريب لنا حاجة بعد أن هجرناه سنين أو شهورا طوال، ماذا سيكون حاله حينما نطلب من ذلك الطلب؟ قال الآن تذكرني؟ الآن توك تجيني؟ الآن يوم صارت لك مصلحة عندي طرقت بابي وطلبت مني هذا الطلب؟ ولله المثل الأعلى، مع أن كرمه سبحانه لا يحد، لكنه حينما يسارع العبد ويسابق ويكون على اتصال مع ربه سبحانه وتعالى، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. حينما يكون العبد على هذه الحال، هو بإذن الله من وسائل إجابة الدعاء. من وسائل إجابة الدعاء أيضا أكل المال الحلال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. تعصي الله وتجاهر بالمعصية وتأكل المال الحرام، ثم تريد منه سبحانه وتعالى أن يتقبل دعوتك وأن يستجيب لدعائك؟ كلا. بل لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال بعض أهل التفسير أن من مما يعين على العمل الصالح إيش؟ أكل المال الحلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى غيرها من الآيات التي تدل على هذا المعنى. من الوسائل أيضا اليقين برب العالمين والثقة به سبحانه وتعالى على أنه قادر على إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. المشكلة يا جماعة اليوم بعض الناس حينما يدعو يقول خلني أدعي، دعني أدعو، إن استجاب الله وإلا لم يضرني شيء، خلنا نجرب. هذا من نقص العبودية لله سبحانه وتعالى، بل إنك تدعو ذا الجلال والإكرام وأنت موقن بالإجابة. كان عمر رضي الله تعالى عنه من شدة يقينه بالله سبحانه وتعالى أنه كان يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة، يقول الإجابة أنا مكفي، لأن الله قال لي أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يقول أجيب دعوة الداع إذا دعاه مباشرة، يقول أني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. ماذا يقصد يا جماعة؟ يعني أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم كيف أتضرع بين يدي الله، كيف أنطرح بين يدي سبحانه وتعالى، كيف يكون دعائي خالصا من قلب صادق حتى يتقبل. ومن وسائل إجابته أيضا حسن الظن به سبحانه وتعالى، كما قال النبي كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. وحينما يمتلئ هذا القلب بحسن التوكل وحسن الظن بالله الواحد القهار فهو على خير، بل إنه من تمام العبودية أن يحسن العبد الفقير الظن بالرب العلي القدير.